شباب تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم في كل خير. طبعا اللي طلعتوا معه اللي شاهد المصارعة ده تعرفوا البيك شو، البيك شو هذا الكبير، واحد منه 7 أمتار وزنه 300 و400 باوند، هذا هو أقل مدرب ساعة يعني، خلوه على الله جثة. المهم أنا كنت بان جنبه مثل النملة. أول يوم طلعت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أنا كنت أصور قلت هذا كيف هذا يسوق تراك، يعني بطنه لا هنا ورأسه لا هنا طويل وجثة. المهم قلت أنا ما نشتري كيف هذا يسوق، بس الله يعيننا عليه إن شاء الله أنه يطلع طيب أقل شيء، لأن هذا إذا جوع مشكلة. أنا كنت لهم هذا بس فقط لا غير، أو مدري إيه، وتعارفنا قال خلاص إحنا معانا اليوم لازم نمشي، ما بنقدرش ننتظر للصباح. أنا جيت أخذتك على الطريق، إحنا على العموم معانا حمولة. قلت له أيوة طيب. قال خلاص اطلع سوق، هو ما عاد كانش معه ساعات. أنا ما زي ما فهموني بالمدرسة قالوا لي ممنوع تسوق أول أسبوعين. قلت له بس قالوا لي في المدرسة أني عندكم في اليوم اجتمعنا ممنوع نسوق أول أسبوعين. قال حبيبي بدك تعلم ولا بدك تنزل؟ قلنا لا 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 أنا أفدالك، بدنا نعلم، إيش فيك سلامات، لا يعني لا قد تبدعش من هكذا. المهم قال اطلع سوق وسكيني حقك الشغلة هذا. طلعت سوق والله ما ندري. المهم طلعته بالخط، كان يعني ليل الحمد لله أنه ما بيش أحد بالخط، يمكن الساعة 12 بالليل، كنت على خط سريع مثل هذا. والله أني كنت أروح من خط لخط، كنت أدعس الخطوط هذه البيض ورجع فوق الخطوط هذه البيض، لأن أول ما تبدأ تسوق هي الغلطة الجسيمة لإن شاء الله ما حد يكررها، لا تظليش تعمل من المراية هذا للمراية هذا، وبعدها بتظلي تقول أوكي والله قد تراك راح هكذا رجعها هكذا، يعني شل من هنا أولى شل من هنا أولى. نعم ركز، أنت تركز على حال، إذا أنت تمام في هذا الحال أكيد أنت تمام في هذا الحال، هذا الاسم. لكن أنا يوم بدأته ما قد كانش عندي أي خلفية يعني علشان أعرفه، فظليت بالليل أعمل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. والله يا جماعة الخير إن لم أبقي بشد عضلي هنا، يعني قر رقبتي من كثر السير والجي، وأنا أدعس الخطوط وأنا أقول لها يعني شوف لا تشوف كيف قد أنا لا أدعس الخطوط، لا سير من خط فوق الخط ومس شوي ورجعت، يعني ما أناش داري تراك فيه خلل ولا. أنا قال نو 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 أنت you're doing good you're doing great excellent، يعني كان يشجعني لأنه أصلا أنا كل ما إلى سوقه ويحصل فلوس، أنا بيني وبين الشركة عقد يدفعوا لي يعني $400 للتدريب فقط بالأسبوع، هو كل ما إلى أنا سوقه بيحصل عليه يعني زايد، فهم يريدوا منك أنك تسوق 11 ساعة كل يوم. طبعا أنا أحتاج أني سوق للساعات حقي بس لا مش يعني بهذا السرعة اللي قال. فالمهم الرجال كان يشجعني يقول لي لا لا قالك يعني ما شاء الله عليك وانت جيد، وانا اقول لك كيف ما شاء الله علي، قسما بالله اني اروح من خط لخط شان دق لك احد، اقول لك ما قالوا لي ممنوع السوق بالليل. قال حبيبي لا اقول لك بدك تسوق سقت وان ماشي برجعك وشوف لي واحد ثاني. قلنا ورجع ورجع يهددنا. المهم قلنا خلاص مكلف الله كان سوق. المهم الخبير جلس جنبي وكان تعبان، اعتقد قد ساق له 11 ساعه قبل ما يجي لعندنا، والساعه كان يمكن حوالي 2 بالليل قد سقنا. قال لي شوف انا هنا موجود جنبك، اذا تحتاج اي حاجه ما تخافش انت بس قومني، انا باخذ لي نعسه شويه هكذا. هو جالس بالكرسي هنا، قلت يا جنه هذا بيزيد يرقد. المهم الرجال نخر ما بالله دقيقه الا قرب 7 حلم. انا واصلته قال لي قبلها شوف قد النافيجيشن موجوده والطريق قد مرسومه، اتبع الخريطه وخلاص ولا يكون لك اي مشكله، بنصل بعد 5 ساعات او 4 ساعات. قلت له خلاص تمام ان شاء الله ابشر اعرف امور. الخبير بعدين زي ما قلت لكم قام فقد الامور، شاف الوضع قال خلاص شكلك جيد، انا عنقد الخريطه على ما هي، بنصل بعد 4 ساعات ان شاء الله، انا بروح ارقد لي في الوراء، انت لا سواق فنان. انا والله العظيم ايش من فنان لا اروح هكذا من خط لخط. قلنا يا مكلف الله. المهم طلع هو في الوراء راح يرقد له وغلق الستاره، وانا لا اسوق بالليل، ومن هنا لهنا خرجت بالخريطه ودخل لي شوارع يعني فرعيه ولا مدن هكذا يعني صغيرات زي ما تقول قرى. المهم خبطنا الامور خبط، والديزل حتى كان معي بالبدايه يعني فل،
المهم وانا كنت اعشق التراك بعد لما خرجت من الخط السريع، كنت اعشق التراك، كان ما يدخلش بهذا الجير اقربه بجير ثاني، يدخل بهذا اقرب اللي يصلح تمام، لانه يعني ما ابش خبره. المهم ونحن لا نعمل بالجيرات هكذا، فجاه اشتري قعه من جير لا جير وما رضيش، واجيب له جير يعني خفيف جدا او ثقيل عليه جدا، يعني ما بيقبل الشيء لو ايش ما كان، لكني حتسته للجير والتراك عمل يعني هكذا زي ما تقول وقف، يعني لانه ما الجير عليه ثقيل جدا، والرجال طار له، انا اقتلب مثل البهم، اقتلب له انا وقدو يعني مفروش فوق الامور، لانه انضرب من فوق القاعدة لو قدو انا قام فتح الستاره مثل المجنون، ايش حصل وين قد احنا، وقلت لا سلامات ولا فيها حجر، انه انا لا خرجت هكذا والان لا تابع النافيجيشن، تعمل بيسار يمين لا تلفخ بيلفخ، بس ما اعتقدش انه في حاجه كبيره. المهم الرجال هكذا صحصح عيونه ولا يشحر، يمي يابي وين احنا، اول ما شاف للخريطه اللي كانت تقول له مثلا احنا بنصل الساعه 6 الصبح، الان قد لا تقول له ان احنا بنصل الساعه 8، يعني عرف ان احنا قد ايش اتخبطوا ساعتين ضيعه. قال وين رحت وين جيت، المهم حاول شاف الديزل قال كيف صرفت خلال ساعه، يعني رقدنا نص المستهلك. لا والله ارى انه انا ما انش داري، انا لا سوق علشان النافيجيشن انا حاولت. المهم قال خلاص جنب 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 وضفك اوفر ميكني يا الله سترك. المهم قوم اخرج، خرجني قاعد اجلس هناك، اجلس هناك وتعلم اين رحت اين سرت اين جيت، جبت لك نافيجيشن تتبعها وخلاص، ايش الصعبه. المهم بهذا اللي بيقول تستاهل عادي، كان حمل ولا يضربنا هانا، يعني اللي قال في قاع جهران كان نحن والله ما بحد هناك. المهم خرجنا، صرت اللي جلس بالكرسي لهناك، قلت خلاص يا مكلف الله شاهد. وبعدين استمر ساق لما وصلنا لاشقايو. المهم وصل هناك قالوا ضبحان وحاجات ومدري ايش، وحاول يفهمني ومدري ايش، قلت له اسمع يا اخي يعني انا لدي جهدي ما قلت لكم، قالوا ممنوع ترقد بالليل، انت رقدت اوف رقدت، عدمنا نص تانكي ديزل وضعنا ساعتين لا ترقد. على العموم عدينا مع هذاك اسبوعين او ثلاثه، وبعدين طلبنا منهم يغيروا لنا مدرب جديد، لان لك الحق اذا انت ما انتش مرتاح مع المدرب تقدر تطلب مدرب جديد، لكن هم فقط يقولوا لك انه ما الحين بتقدر تحصل على واحد بسرعه، ربما تجلس بالفندق اسبوع اسبوعين ثلاثه وهذا ضايع من وقتك حتى تحصل على واحد. لكن اقول انه اذا معك مدرب جيد ولا حتى نص جيد استمر عليه عشان تعدي الساعات وتخلص التدريب باسرع وقت ممكن، هذا هو الغرض من هذا الامور. بس انا في حالتي صبرت عليه اللي قدرت، وبعدها غيرنا وجابنا مدرب ثاني محترم، واحد شيبه والله العظيم علمنا كل شيء، وانا اشكره، وفي ناس طيبين لا اقول لكم، وفي ناس يعني من حق الجن. المهم لي برضو المعلومه علشان تفهموا، أسوأ شيء ممكن يحصل لك إذا تعلم أنت مع شركة، إذا كان صاحب الشاحنة هو المالك هذا أخذ شيء، بالذات إذا كان جير طبعا، لأنه كل مرة تعشق هذا كأنك لا تعشق من داخل قلبه الجير، فكل مرة تغير جير كأنك لا تنحته، لأنه لا يهمه حقها الشاحنة. لكن إذا كانت اللي قال إذا كان التراك ملك للشركة ما أهمه زعك تسرب، وإذا كان توماتيك هو عاده أسهل لأنه ما بيش بيجيرات. أكثر المدربين يخافوا من يوم جايين يدربوهم هو علشان الجيرات، أنهم طبعا بيجوا من المدرسة عادهم بيكسروا من الدنيا، فهذا المعلومة اللي برضو بدنا نطرق عليها. فالمهم عدينا مع المدرب الآخر وخلصنا التدريب، وبعدين قعدنا مع شركة وورنر، كان يدفعوا لنا من 22 سنت يعني في عام 2012-13 22 سنت ولا حاجة في هذه الأيام، هذه الأيام قد لا يدفعوا من 70-80 سنت، الأمور قد تطورت. يعني كنا نحصل بعدين لما خرجت معه سوق شاحنة حقهم بس لحالي 600-700 دولار قد احنا وين طبعا في هذاك الوقت، ومن العمل اللي انا جيت منه يعني حتى ولو 700 دولار كان جيدا.
فاستمرنا معاهم 4 شهور وقلنا لهم تحياتنا لكم الباب هذا ما يجب أن تعمله كأي سواق، سجل لك مع شركة اكسب الخبرة معاهم، معاهم تراكات جديد، برامج معروفة وكل شيء معروف، بيفهموك بيعلموك، بعدين اطلع سوق لحالك أقل شيء 2-3 شهور أقل شيء لحالك، أقل شيء 3 شهور لو في أمريكا، لأنك لازم تفهم الشغلة. بعد ذلك ابحث عن شركة قد عندك أقل شيء 6 شهور خبرة مناسبة للدفعية ومناسبة لوضعك سواء كان داخليا سواء كان خارجيا، والأمور أمامك بتفتتح بإذن الله تعالى. أهم شيء حافظ على سجلك خلفات وحاجات مثل ذلك والأمور بتكون سهلة جدا. فهذا كان يعني اللي قال حلقة بسيطة ونظرة بسيطة عن يعني إيش قرالنا عندما أول ما طلعنا الرخصة وكيف تعاملنا مع الشركة وكم قضينا معاهم وأمور مثل ذلك. إن شاء الله أنكم استفدتم، نشوفكم في حلقة أخرى، لا تنسوا الاشتراك في هذا القناة، وتحياتنا لكم أينما كنتم، يسعد الله أوقاتكم في كل خير.